بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. طلاب الأعزاء، صبحكم الله بكل خير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. أعده الله علينا وعليكم وعلى عوائلكم باليمن والخير والبركات. هناخد ريفيجن بسيط على بعض التسميات بحيث الناس تتذكر معايا كده، وفي نفس الوقت هناخد نوع من التسميه لما يكون عندي كاربو سايكليك سيستم فيوزد مع هيتيرو رينج. الكلام ده شرحته في المحاضره قبل كده، بس برضه هعمل عليه عمليه ريفيجن سريع. وبعد كده هناخد محاضره تانية اللي اخر حاجه من التسميه لما يكون عندي اتنين هيتيرو رينج اتاتشد مع بعض او فيوزد مع بعض. فانا عندي لو قلت عايز اسمي المركب اللي عندي ده عباره عن الحلقه ايه؟ كم ضلع ديت؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، حلقه خماسيه يبقى فيها اكيد اول. طيب ده انا عندي الهيتيرو اتوم اوكس، القاعده اللي هي بتقول عليها اوكسا ثايا ازا، ده انا عندي اوكسا وازا، عندي اكسجين وعندي نيتروجين. يبقى الراجل اللي عندي ده هقول عندي اوكسا ثايا اهو اوكسا وعندي نيتروجين، يبقى ازا اوكسازول. اوكسا يعني اكسجين، وازا يعني نيتروجين، واول يعني 5 ممبر درينج، والال في الاخر معناه ان المركب اللي عندي ان ساتوريتد. وطبعا عندك الاكسجين ما فيش حواليها دبل بوند، زي ما احنا عارفين ان الاكسجين عندي داي فيلنت، ما ينفعش احط هنا لا دبل بوند ولا نحل دبل بوند. تمام، اول حاجه عندي كنت قلت لك بحط السبستيتوانت في الاول خالص في البريفكس. انا عندي السبستيتوانت مين عندي اهو، هبدا هنا واحد. قلت لك الاول لما ببدا نمبرنج لازم الاول ادور ادي الهيتيرو اتوم اللي موجوده عندي رقم ايه، اقل ارقام لويست بوسيبل نمبر. يبقى ليست بوسيبل نمبر اللي عندي انا واحد اثنين ثلاثه اوكسا اذا، يبقى في واحد وثلاثه اهو، قلت واحد وثلاثه اوكسا زول، او ما اقول اوكسا زول من غير واحد وثلاثه حتى، هي تعني كلمه اوكسا زول ان هم واحد وثلاثه، لان الايزوكسازول زي ما شرحت لك قبل كده بيكون الاكسجين والنيتروجين لبعض واحد واثنين، اللي هي الايزو ايزوكسازول بيكون واحد واثنين. واحد وثلاثه معروفه ان هي اوكسازول، او ممكن اقول واحد وثلاثه اوكسازول، ما فيش اي مشكله خالص. يبقى عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، يبقى السبستيتوانت اللي عندي اللي هو مجموعه المثل سي اتش 3، ماشي يا شباب؟ او تلاقي عامل لك كده بالبوند، لا انا عامل لك شرطه كده مطلعها لك وخلاص. دي الشرطه دي معناها ايه؟ مجموعه ميثايل، يبقى 5 مثل 1 و3 اوكسازول. طيب الراجل اللي عندي اللي بعده ده، الحلقه اللي عندي ديت ايه؟ حلقه سداسيه، اهي كام ضلع؟ 1 2 3 4 5 6. طيب الراجل ده هسمى اقول ايه؟ عندي اشوف الهيتيرو اتوم لبعض، عندي اهو في البوزيشن اوكسا فايا از، عندي اكسجين في البوزيشن رقم 1 وعندي سلفر في البوزيشن رقم 4، يبقى هقول 1 و4 اوكسا فايا، ده بقى عند الحلقه سداسيه اي ان صين فايا الاول تي اتش اي ديت اللي هي بتاعت السلفر. ما بقى ينفعش اقول صايا بالاي وبعدها كمان اي حرف الا، لا يبقى احذف الاي تبقى صين، يبقى عندي دبل اي اوكسا صين 1 و4 اوكسا صين. طيب عندي اجي اعمل بقى النمبرنج عشان لو في عندي سبستيتوانت اهو، 1 2 3 4. انا قلت لك اول حاجه تدي الهيتيرو اتومز اقل ايه رقم، ذا ليست بوسيبل نمبر، يبقى 1 و4 واحنا ماشيين على قاعده اوكسا صايا ازا اكسجين يليه السلفر يليه مين؟ ايه النيتروجين. قلت عندي يبقى 2 مثل في البوزيشن رقم 2، ماشي 2 مثل 1 و4 اوكسا فايين، اوكسا ايه؟ فايين. من غير ايه في الاخر يا شباب؟ لان الايه في الاخر ديت ان انا عندي نيتروجين، مفيش ايه، انا ما عنديش اي نيتروجين خالص. اجي بعد كده المركب اللي بعده ده حلقه خماسيه، يبقى عندي اول. طيب يبقى عندي اكسجين في البوزيشن رقم 1، قلت لك اعمل الاول نمبرنج 2 3، ادي لهم الاول ذا ليست بوسيبل نمبر 4 5. ما ينفعش اعد من الناحيه دي، من اليمين هيبقى 1 2 3 4، يبقى لازم اعد من الشمال من الاتجاه ده بحيث يخدم اقل ارقام، 1 و3 1 و3. انا عندي كام اكسجين؟ 2، يبقى داي اوكسا. طيب انا عندي بعدها المقطع ايه اللي هو الاستيم اللي عندي اول، يعني عندي 5 ممبر ده يبقى داي اوكسول. طيب المركب اللي عندي ده بيحتوي على نيتروجين؟ لا يحتوي على نيتروجين. المركب اللي عندي ده فولي ساتوريتد، يعني ماكو اي دبل بوند. لما ترجع للجدول هتلاقي ماكو اي دبل، نو
اللي عندي فولي ساتوريتد والنيتروجين ابسنت غير موجود، يبقى لازم احط في الاخر المقطع ان، كانه شبيه بالالكانات اللي هي كلها ساتوريتد، المقطع ان. يبقى اقول واحد وثلاثه داي اوكسو لان، داي اوكسو لان، داي يعني اثنين واوكسو يعني اثنين نيتروجين، وواحد وثلاثه يعني في البوزيشن واحد وثلاثه، وقول يعني فايف ممبر درينك، وان اللي في الاخر ان المركب اللي عندي لا يحتوي على نيتروجين وفولي ساتوريتد. اللي بعده باتنين بيحتوي برضو على اتنين هيتيرو اتوم، اتنين هيتيرو اتوم زي بعض زي ده بالظبط كده. اما اجي اعد من هنا ابدا منين؟ المركب اللي عدنا ده ما حدش يجي يقول لي بيرهيدرو ولا كلام من ده، انا قلت داي اوكزولان، دي معناه ان المركب عندي اتنين هيتيرو اتوم في البوزيشن واحد وثلاثه. قلت لك الهيتيرو الاتوم قبل ما تعمل اي حاجه تعمل نمبرنج بحيث ياخدوا اقل ارقام، بعد كده تدور على السبستيتوانت، تدور على الساتوريشن، تدور على الكلام ده كله. يبقى داي اوكزو واو ال يعني فايف ممبر درينك، وان في الاخر تعني ان المركب اللي عندي ده فولي ساتوريتد ولا يحتوي على نيتروجين، ابسنت نيتروجين. عندي ده الراجل ده اللي هو قلنا الكومون نيم بتاعه اسمه بايرازول، بايرازول واحد واثنين دايازول. واحد واثنين يعني ايه يا شباب؟ معلش بقى القلم ده بكتب بعافيه شويه، بايرازول. او اقول حتى هنا وان هيدرو، والاتش تتكتب ايتاليك كده مايله، وان هيدرو بايرازول، او اقول بايرازول هيبقى معروف، يعني هو معروف ان هو هيكون بالوضع ده، بس طبعا لما اقول وان هيدرو كده افضل، ان النيتروجين رقم واحد ساتوريتد عليها هيدروجين، عليها ايه؟ هيدروجين، لان ممكن يكون عندي بايرازول ويكون عندي هنا اللي ما فيش اي نيتروجين عليها هيدروجين، اعمل منه ايزومر تاني. المهم فالراجل اللي عندي ده اهو بقول عندي واحد واثنين داي ازول، يبقى واحد واثنين داي يعني اثنين، وازا يعني اكسجين، واقول يعني فايف ممبر درينج، وايه يعني فولي انساتوريتد، او اقول عليه برضه يساوي، يعني لو قال لك واحد واثنين دايازول بتساوي واحد هيدرو، واحد هيدرو واحد واثنين دايازول، يعني ممكن البيرازول ده اللي هو التريفيال نيم اللي تحت ده يسمى واحد واثنين، وهو ما واحد واثنين داي يعني اثنين، وفي البوزيشن واحد والبوزيشن رقم اثنين، وقلت لك ببدا النمبرنج من عند الهيتيرو اتوم الساتيوريتد، يعني الان ديت حواليها كام؟ قالها اثنين بوند وواحده ثلاثه، يبقى كده ان ساتيوريتد، انما ديت حواليها سنجل بوند سنجل بوند سنجل بوند، هي كمان مع الهيدروجين، يبقى دي بقول عليها ساتيوريتد نيتروجين. ببدا من عند الساتوريتد نيتروجين ابدا من عندها الترقيم، يبقى واحد اثنين، يبقى اقول واحد واثنين داي ازول، او واحد هيدرو، واحد هيدرو على هيدروجين ساتوريتد في البوزيشن رقم واحد، واحد هيدرو واحد واثنين دايازول، برضو زي ما قلت لك بتساوي بايرازول، وعلى اقول ادق اقول واحد هيدرو بايرازول، يعني بقول ان النيتروجين اللي في البوزيشن رقم واحد ساتوريتد. في عندي برضه فايف ممبر درينج وبيحتوي على ثلاثه نيتروجين اتوم زي ما شرحت لك قبل كده، الكلام ده انا شرحه والله قبل كده اهو. واحد هبدأ من عند الان ساتوريتد، واحد اثنين ثلاثه، يبقى واحد واثنين وثلاثه تراي، تراي يعني ثلاثه، ازا يعني نيتروجين، يعني عندي ثلاثه نيتروجين، وقول يعني فايف ممبر درينج، وايه يعني الرينج اللي عندي ان ساتوريتد، اقول اهو واحد واثنين وثلاثه ترايازول، او واحد هيدرو زي ما قلنا في البيرازول بالظبط، واحد هيدرو واحد واثنين وثلاثة ترايازول، واحد واثنين ده واحد اثنين ثلاثة، لازم ياخدوا أقل أرقام فورا بعض. عندي أيزومر منه نفسه ده بالظبط، هو عبارة عن ترايازول بس ده كام؟ قد ده واحد اثنين ثلاثة أربعة، محدش يقول لي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يعني أقول واحد وثلاثة وخمسة ولا واحد واثنين وأربعة؟ ده الأفضل واحد واثنين وأربعة. يبقى واحد واثنين واربعه ترايازول، اقول او اقول وان هيدرو واحد واثنين واربعه ترايازول. في عندي امثله اخرى خدناها قبل كده، لما كان عندي في عندي بارشيال انساتوريشن، بارشيال ايه يا شباب؟ انساتوريشن، يعني في عندي جزء فيه دبل بوند وجزء ايه ساتوريتد. كنت بقول لك في نوع من انواع التسميه، كنت اعمل مثلث او اعمل حاجه اسمها بقول عليها دلتا كده، واحط عليها رقم، الرقم ده بيقول الدبل بوند موجوده فين، لان هو بارشال ايه؟ بارشال انساتوريتد، بارشال انساتوريتد يعني نوت فولي انساتوريتد. بقول دلتا 2 ازا اهو، ازا يعني نيتش، وات يعني فور ممبر درينج، وان بالاي تعني ان المركب بارشال انساتوريتد، ماشي يا شباب، ويحتوي على مين؟ ويحتوي على نيتروجين.
الاي ان دي زي ما شرحت لك قبل كده، اي ان ايه بتقول ان عندي نيتروجين. لو اي ان ايه مكان الاي اصبحت ايه، بتقول ان انا ما عنديش نيتروجين، انا عندي هنا اكسجين اهو، اهو عندي هنا اي اهيت بالاي اهيت بالاي، كان عندي هنا ايه اكسجين فقط. بالاي هنا اهيت ليه؟ ده بالاي اللي في عندي نيتروجين، ده النيتروجين. هنا عندي مين؟ عندي اتنين نيتروجين، ده اهو بالاي ان اي. يبقى لما يبقى عندي فور ممبر درينج، فور ممبر درينج او فايف ممبر درينج في المركبات اللي هي بارشالي ان ساتيوريتد، قلت لك في الفور والاي والفايف ممبر درينج، فور وفايف ممبر درينج فقط. ماشي يا شباب؟ بشتغل بالتسميه ديت، اقول دلتا اتنين، اتنين ديت بتقول ان الدبل بوند موجوده فين؟ اهو واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى أقول دلتا اتنين أزيتين، أذا يعني نيتروجين، وإت يعني فور ممبر درينج، وأي إن إيه يعني المركب اللي عندي بارشالي أنساتيوريتد ويحتوي على نيتروجين. طيب ديت بالظبط ممكن أرسمها كده أهو، اقول برضو اهو لان بدي الدبل بوند اقل رقم بالطريقه ديت، ما حدش يقول يا دكتور انت قلت قبل كده بعد والساتوريتد سايد بدي له اقل رقم، بقول لك بالطريقه ديت البارشال انساتوريتد بطريقه الدلتا ديت، الدلتا مرسوم عليها الدبل بوند مكتوب عليها رقم الدبل بوند، معناها ايه؟ معناها ان البوزيشن الاخرى كلها ما عدا هذا اللوكيشن كلها ساتوريتد، كلها ايه؟ ساتوريتد. مش انا بقول هنا دلتا 2 يعني الدبل بوند موجوده في 2، طيب ده باربعه مالها؟ ساتوريتد. ده هنا رقم واحد ايه؟ ساتوريتد اهو، ان ساتوريتد اس بي 3 هنا اس بي 3. ما حدش يقول لي 2 ده فين 3؟ ما هي الدبل بوند لازم هتكون بين 2 كربون، اهي ما بين 2 وما بين كام؟ ما بين 3. ما تقولش ليه فين رقم 3؟ ما هي الدبل بوند هتبقى موجوده بين ايه؟ بين ذره واحده، لازم بين ذرتين، فموجوده بين 2. لما اقول هنا 2 معناها ان هي موجوده بين 2 و3. هنا نفس الكلام 1 2، يبقى اقول دلتا 2 اوكزيتين. اوكزيتين دلتا 2 اوكزيتين اهو، عشان ما عنديش نيتروجين قلت اين بالاي، عندي نيتروجين قلت اي ازيتين. طيب الراجل ده اللي هو شبيه بالبيرول، شبيه بالساتوريتد منه اللي هو البيروليدين، الراجل ده بارشالي ان ساتوريتد وفايف ممبر درينج، يبقى دلتا اهو ده طبعا الان الهيترو اتوم بتاخد رقم واحد، يبقى واحد اتنين تلاتة أربعة. سواء عديت من اليمين، سواء عديت من هذا الباسوي أو هذا الباسوي، لو عديت هنا واحد اتنين تلاتة، ده بعد منك تبقى واحد اتنين تلاتة أربعة. طيب بحاول دلتا تلاتة يعني إيه؟ يعني الدبل بوند موجودة في البوزيشن رقم تلاتة أو في اللوكيشن رقم تلاتة. معناها إيه؟ معناها إن كل اللوكيشن الأخرى وكل البوزيشن الأخرى ساتيوريتد. أنا بقول المكان ده فقط هو اللي فيه دبل بوند، ثلاثة يعني إيه؟ يعني الدبل بوند موجودة ما بين ثلاثة وأربعة. موجودة ما بين ثلاثة وأربعة، يبقى واحد هيبقى ساتيوريتد، واثنين ساتيوريتد، وخمسة ساتيوريتد. طيب آجي للمثال اللي بعده. الراجل ده بيحتوي على نيتروجين أهو آيين بالآي. الراجل ده فايف ممبر درينك، بيحتوي على نيتروجين ماكو، بيحتوي على أكسجين فقط، يبقى إين، إي إن إي. طيب. يبقى الاي بتقول ان انا عندي نيتروجين، الاي بتقول انني ماكو نيتروجين. طيب اهو دلتا اهو 1 2 3 4، طيب انا عندي 1 2 يبقى ده ايه؟ 2 دلتا 2 معناها ان انا عندي دبل بوند موجوده ما بين اللوكيشن 2 و3 وبقيه المركب اللي عنده كله ساتيوريتد. يبقى اوكس يعني انا عندي اوكسجين هيترو اتوم، وقول يعني 5 ممبر درينج، وان في الاخر المركب اللي عندي بارشالي انساتيوريتد، والدلتا 2 بتقول ان الدبل بوند موجود عندي بين الكربونه رقم 2 و3. طيب اجي بعد كده للمركب اهو، صايا زول على طول بقى من يعني من غير ما تقعد تفكر، صايا وازا وعلى طول انت شايفها 5 ممبر درينج، يبقى صايا زول من غير يعني الموضوع ده انا بشرح لك كده، بقعد اقول لك وراجل ارنج وخماسيه، يبقى اقول المفروض الكلام ده انت خلاص كبرت عليه يعني. يبقى الراجل ده يبقى صايا اوكسا صايا ازا، يبقى واحد وثلاثه صايا زولين، ودلتا اربعه يعني ايه؟ هتقول لي يا دكتور ما عملهاش هنا، قلنا واحد اثنين دلتا اثنين ليه؟ اقول لك لا، لك لا، هتقول لي لا ليه؟ قلت لك الاول، قلت لك لما نيجي نعمل نمبرنج لازم ندي للهيترو اتوم اللي موجوده عندي اقل رقم. ده كنت هتقول لي ما نعد من ناحيتي،
عشان ندل دي برضو قال لي رقم، هقول لك لو عدينا منها هيبقى 1 2 3 4، هيبقى 1 و4، واحنا عارفين الصيازون 1 وكام؟ 1 و3. لازم اعد من الناحيه اللي تدي لهم الاول مبدئيا قبل ما اعمل اي حاجه المركب، اشوف الهيتيرو اتوم وادي لهم اقل ارقام ممكنه، اوكسا ثيا اذا، يبقى 1 و3 صيازولين بالاي، وهنا دلتا 4 معناها ايه؟ معناها ان انا اهو 1 2 3 4 5، يبقى في عند دبل بوند ما بين الكربونه رقم 4 والكربونه رقم 5. طيب هنا نيجي بعد ده اللي هو العادي خالص بتاعه، اللي عندي هنا دبل بوند ما بين 4 و5 اسمه ايميدازول، اللي هو 1 و3 داي ازول. اقول لك 1 و2 دايازول اللي هو مين؟ تقول لي لسه قايلها لك اهيت، البيرازول 1 و2 دايازول. طيب 1 و3 ديازولين نفس الكلام، دلتا 2 يبقى 1 2 3، هنا جايه نفس لازم ادل دول اقل رقم، هي جايه كده ظبطتها جت مظبوطه 1 2 3. ما ينفعش اقول لك من اقول لك 1 2 3 4 يبقى 1 و4، لا 1 2 3، وجت الدبل بوند عند البوزيشن رقم 2 اهو، يبقى دلتا 2 دلتا 2، يعني معنى ذلك ان الدبل بوند موجوده ما بين 2 و3 ما بين كربون ونيتروجين، وبقيه المركب ساتيوريتد، يبقى دلتا 2 1 و3 ديازولين، او اقول دلتا 2 ايميدازولين، هي هيها بالظبط، اقول 1 و3 ديازولين او اقول ايميدازولين، لو جات لك بدي او ديت صح ايميدازولين. يبقى المقطع اي ان ايه اللي في الاخر ده معناه ان المركب اللي عندي بارشالي انساتيوريتد اي ان اي، وقول خماسي وايميدازول، عارفين ان الراجل ده عباره عن اول يعني 5 ممبر درينج، وايميدازو ان انا عندي 5 ممبر درينج والاثنين نيتروجين لبعض في البوزيشن رقم 1 و3. تمام، نيجي بقى للايه الحاجه اللي احنا شرحناها قبل كده برضو ونعيد عليها. قلت لك عندي بقى هيبقى عندي حلقه بنزو بقول عليها كاربو سايكليك زي البنزين، وقلنا بندلعه بنقول عليه بنزين، بنزو بنزين بنقول عليه بنزو، وفي عندي حلقه اخرى ماسكه فيه هيتيرو سايكليك رينج، ممكن تكون حلقه خماسيه، تكون حلقه سداسيه، حلقه سبعيه، تكون زي ما تكون. المهم ان احنا خدنا في البولي نيوكلر في سنه تانية لو كنتم خدتم، لما يبقى عندي حلقتين بنزين فيصد مع بعض المركب ده بقول عليه اسمه نفسالي. المركب ده بقول عندي هنا في حاجه اسمها فيوجن سايت، ده المكان التقاء الحلقه رقم 1 بالحلقه رقم 2، تبقى ده المكان الكومون او المشترك ما بينهم، يبقى فيوزد او اللي عندي الكومون بوند ديت. الكومون بوند عارفين اي بوند ربنا خلقها عباره عن كام اتوم؟ عباره عن 2 اتوم مع بعض متصلين كونكتد مع بعض، عاملين ليا ايه؟ عاملين ليا بوند. يبقى في عندي كومون بوند عباره عن 2 اتوم، وهو عندي عباره عن 2 كربون، ايه؟ 2 كربون مع بعض. فانا عندي الموضوع ده بيقول لي ان الناس ديت المركب ده متصل مع ده في هذا الجزء، مشتركين مع بعض في هذا الفيوجن سايت. فيوجن ايه يا شباب؟ فيوجن سايت. طيب نيجي للتسميه، التسميه دي كلها عباره عن ايه؟ بجيب قلت لك البنزين بدلعه وقول عليه بنزو، بسم الله الرحمن الرحيم تكتب كلمه بنزو، بعد كده سيادتك تفتح لي قوسين زي ما انت شايف كده تو براكتس دول، تفتح قوسين بالمنظر ده، وهتحط في الوسط حرف لتر، في الاخر خالص في الاخر خالص السافكس اللي عندك ده هتحط نيم الاسم الهيتيرو سايكليك رينج اللي موجوده عندنا. يبقى في عندي اول حاجه الاسم، لما يبقى عندي حلقه بنزين فيوزد مع هيتيرو رينج اخرى في بينهم وبين بعض مكان التقاء مشترك، مكان التقاء مشترك، مكان الالتقاء المشترك ده بديله هنا حرف، وفي الاخر خالص بنسب للمركب او الرينج اللي هي الهيتيرو سايكليك ايه؟ هيتيرو سايكليك رينج بكل بساطه. طيب انا عندي هنا ده البنزين اهو، بنزين اهو حلقه سداسيه ومتصل بحلقه خماسيه اسمها ايه؟ اسمها الفيوران، اسمها الايه؟ الفيوران. طيب مكان الالتقاء اللي عندك قال لك بنحط حرف، بنحط ايه؟ بنوضع ايه؟ بنوضع حرف لمكان المشترك ما بين الاثنين. قلت لك في المحاضره خد الهيتيرو سايكليك رينج دي ناخدها على جنب لوحدها خالص، كأن حلقة البنزين ديت مش موجودة. بس حلقة البنزين هنعتبر لها اعتبار ما نيجي نعمل نمبرنج، نعد من الناحية اللي تدي الالتقاء ما بين الفيوران وحلقة البنزين أقل أرقام ممكنة.
يعني انا عندي هنا هو الجزء ده عبارة عن الفيوريات، اقول 1 2 3 4 ولا اقول 1 2 3؟ هي هتفرق مع الفيوران حاجة؟ ما اقول 1 2 3 او اقول من الناحية دي 1 2 3 مش هتفرق. هتفرق مع حلقة البنزين او تفرق مع الفيوجن سايت ان انا اديله اقل رقم. يعني لو عديت هنا 1 2 3 4 5 هيبقى الفيوجن سايت عند 4 و5. ده بان هنا الفيوجن سايت لو عديت من هذا الاتجاه هيبقى الفيوجن سايت عند كام؟ 1 2 3 4 5، يبقى الافضل 2 و3 افضل من 4 و5. طيب قال لي سيادتك بقى الليتر اللي هنحطه ده نضيفه ازاي؟ قال لك الرابطه ما بين 1 و2، مش انا عديت هنا الهيتور اتوم 1 والكربون اللي بعدها 2، 1 و2 ديت ادي لها حرف ايه؟ ده كام؟ 1 و2. يبقى الرابطه 1 و2 او البوزيشن 1 و2 ندي له حرف ايه زي ما انت شايف كده؟ ده ب2 و3 ندي له بي، 3 و4 ندي له سي، 4 و5 ندي له دي. ماشي، يبقى انا عندي اهوت 1 و2 ده ايه؟ هل ده الفيوجن سايت؟ لا، الفيوجن سايت اللي في الوسط ده المشترك ما بين الاثنين اللي هو ما بين البوزيشن رقم 2 والبوزيشن رقم 3. ده بان 2 و3 بقول عليه ايه؟ 2 و3 لسه شارح حالا، بقول عليه بي، والحرف بيتكتب سمول. 3 و4 اقول عليه سي، 4 و5 اقول عليه دي. يبقى انا عندي هنا 1 و2 ايه؟ هل ده فيوجن سايت؟ لا، ده بين الاكسجين والكربون اللي موجوده هنا. انا عايز المشترك كومن بوند عباره عن 2 اتوم مشتركه ما بين الحلقتين، يبقى هنا اقول ايه؟ بي. يبقى اقول بنزو بي فيوران، بنزو بي فيوران. طيب اجي للمركب اللي بعده، ادا بنزو خلاص خلصنا منها. طب الراجل ده هناخده لوحده. بص للاول الحلقه اهي، واحد كام ضلع؟ 1 2 3 4 5 6 7. ما تيجي تحل تعمل باللي بقول لك على 7، 7 اضلاع ما خدناش قبل كده، 7 اضلاع لما خدنا في الجدول قلت بديله المقطع ايه؟ ايبين، ايبين، ايبين يعني 7 ممبر درينج، ايبين. ده بان اجي ابص الهيترو اتوم عند ايه؟ سلفر، بقول عليه ايه؟ ثايا ايبين، ثايا ايبين، ثايا ايبين، ثايا ايبين. دي معناها ايه؟ ثايا يعني عندي هيترو اتوم اللي هي السلفر، وايبين يعني عندي 7 ممبر درينج وان ساتيوريتد، ان ساتيوريتد. ادي عندي بوند وعندي هنا بوند وعندي هنا بوند كمان، ما هي البوند ديت الباي ديت تعتبر مشتركه ما بين الاثنين، ممكن اكتبها هنا يعني امسح دي خالص واقوم حاططها هنا جوه حلقه الثيابين ديت عشان ما حدش يقول لي ده دولت ساتيوريتد، اقول لك لا على ربنا يهديك. طيب ثيابين يبقى ايبين معناه ان انا عندي 7 ممبر درينج. طيب يبقى بنزو اجي ابص بقى اخد ده لوحده، قلت لك امشي من الناحيه اللي تدي الفيوجن سايت ده اقل رقم، يبقى 1 2 3 4 5، يبقى 1 و2 ايه؟ 2 و3 بي، لغايه دلوقتي ما جبناش الفيوجن سايت، 3 و4 سي، 4 و5 دي، اهو قلت لك بنزو دي ثيابين. دي ديت اللي هو مين؟ مكان الالتقاء ما بين حلقه البنزين اللي هي 6 ممبر درينج اللي قلت عليها بنزو، وبين 7 ممبر درينج الحلقه اللي هي بقول عليها ثيابين. طيب اجي بعد كده عندي الراجل ده شرحته لك قبل كده في المحاضره، قلت لك لما يبقى عندي حلقه بنزين فيوز دي مع بيرول، وقلت لك البيرول بالايوباك نيم او اللي هو هانز شفيدمان نومنكلتشر اسمه ازول، ازول الله يكرمكم ذاكروا علشان تنجحوا، علشان الامتحان الدور الثاني برضه وزاري ولازم تنجح فيه، فخلص نفسك من اول مره، خلص نفسك من اول مره والموضوع كلش سهل وبسيط والكورس عندنا مش طويل يعني. أو هقول عندي يبقى ده اسمه أزول أو بيرول، يعني لو قال لك بنزو بي بيرول أو بنزو بي أزول هي هياها، ما احنا عارفين إن الأزول هو مين يا شباب؟ هو البيرول. ما هو بالأيوباك أهوت أزا يعني إيه؟ نيتروجين، وقول يعني 5 ممبر درينج، وإيه في الآخر؟ إن المركب اللي عندي فولي أنساتيوريتد، أقول عليه بيرول أو أزول. أقول أجي بعد كده بقى أخد ده لوحده وأشوف الفيوجن سايت عندي فين؟ أهو
قلت لك ما دام انا ما عنديش هيترو اتوم واحده، اللي هي واحده فقط، ما فيش عندي هيترو اتوم اخرى، بقول واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. تقول لي يا دكتور ما هي مش هتفرق من الناحيه دي زي من الناحيه دي، اقول لك لا هنا تفرق، انا عايز ادي الفيوجن سايت ده اقل ارقام علشان ياخد اقل لتر، عشان ياخد اقل ايه اقل لتر، لان لو عديت من الناحيه دي هيبقى عندي واحد واثنين ثلاثة أربعة خمسة، هيبقى A B C D، ما هي كل أسرة بحرف A B C D. طب وليه ما عد من الناحية دي؟ لما عد كده هيبقى عندي A B على طول، بقول بنزو بي بايرول أو بنزو بي أزول، اللي هو الكومون نيم بتاعه أو تريفيال نيم اسمه يا شباب إندول. إندول أكيد أنتم مذاكرين وعارفين الحاجات ديت إندول. وقلت لك قبل كده لو النيتروجين ديت موجوده في البوزيشن ده في الخمسه ده فوق ده، قلت لك كان هيبقى كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه يا شباب؟ كان اسمه ايه؟ ايزو اندول. كان اسمه ايه؟ ايزو اندول. كان اسمه لو الان ديت جبتها من المكان ده حذفت ده خالص وحطيت هنا ان بقى في البوزيشن رقم 2. ماشي يا شباب، ما انا حابب قلت لك ما بتبدا الترقيم لما يبقى عندي فيوز كده من اول ذره بعد الفيوجن سايت في الهيتيرو رينج تبدا من عندها الترقيم، يبقى واحد اثنين، يبقى ده كنت بقول لك عليه على بعضه كده مكان اندول، كنا بنقول عليه ايزو اندول. ايزو اندول ده بالايزو اندول ده اسميه ازاي؟ بالايوبات نيم بالطريقه اللي عندي ده، كنت هقول عليه اهو عد كده اقول ايه اهو، كان هيبقى عندي A B C من الناحيه ديت زي الناحيه دي بالظبط، يعني الايزو ان دول ده لو الان موجوده في البوزيشن رقم 2 كان هيبقى عندي A B C، مكان ما الان دول بنزو بي بايرول هيبقى بنزو سي بايرول، يبقى بنزو سي بايرول او بنزو سي ازول دي بتساوي مين؟ بتساوي الايزو ان دول، بتساوي الايزو ان دول. طيب عندي هنا بعد كده ده حلقة سداسية وحلقة سداسية، تركز الأول أنت عندك الحلقات شكلها إيه؟ حلقة سداسية ده دي بنزو معروفة خلاص، ده بالراجل ده عندي الواحد اسمه إيه؟ اسمه بريدين، ده بالبريدين اسمه إيه بالأيوباك؟ اسمه أزين. طيب ما أجي أعمل نمبرنج هقول أقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هيبقى عندي الفيوجن سيت في خمسة وستة، يعني أقول له A B C D وبعدين أقول إيه؟ طب وليه كل ده؟ ما قلت لك الفيوجن سايت تدي له اقل رقم، تبدا الترقيم بحيث ياخد اقل ارقام بحيث ياخد اقل لتر، يبقى البوند دي واحد اثنين ثلاثه، يبقى على طول البوند دي ايه؟ البوند ديت عباره عن بيه، يبقى بنزو بي بريدين او بنزو بي ازين. الكلام ده اسمه ايه يا شباب اللي خدناه في اول محاضره اللي موجود في مضاد حيوي والسبر وفلوكساسين؟ اسمه كينولين. كينولين يبقى الكينولين فيوز هيترو سايكليك رينج ما بين البنزين والبريدين اللي بقول عليه الازين، انما الاندول فيوزد ما بين البنزين والبيرول اللي بقول عليه ازول، يعني ما بين حلقه سداسيه وحلقه خماسيه، ده الاندول حلقه سداسيه البنزين مع حلقه خماسيه اللي هي البيرول او الازول، الراجل ده فيوجن ما بين البنزين والبريدين، حلقه سداسيه مع حلقه سداسيه اللي هي من 6 ممبر درينج اللي هي البريدين. طيب اجل المثال اللي بعده ناخد ده، ادي بنزو خلاص عارفينها خلصنا منها، الراجل اللي عندي ده سايوفين، المفروض من غير كلام تبقى عارفه على طول سايوفين او سايول هو الفايف ممبر درينج. طيب يبقى الراجل ده امشي في انهي ناحيه؟ لو قلت له هيبقى A B C مش انا الناحيه دي A B C مش هتفرق، يبقى لو مشيت كده هي هتداني هتديني اقل ارقام وهتاخد اقل لتر، ومن الناحيه دي برضه هتاخد اقل ارقام واقل لتر لان السلفر موجوده على مسافه متساويه من الناحيتين. يبقى اقول 1 2 3 4 5، يبقى 1 و2 ايه؟ 2 و3 بي، الفيوجن سايت ما بين 3 و4 اللي هو سي، اللي هو سي، يبقى اقول بنزو سي صيوفين، بنزو سي صيوفين، بنزو سي صيوفين. طب يا شباب لو عملت دي كربون وقمت جايب السلفر حطه هنا وغيرت طبعا مكان الدبل بوند بقت كده وكده، ها
ما عادش هنا عند هنا سنجل بوند وعند هنا سنجل بوند، الوسطى وفين العائد؟ جبت السلفر من البوزيشن ده رقم اتنين ده حطيته في رقم واحد بالمنظر ده، كان هيبقى ايه؟ بنزو سي برضه؟ اه كان هيبقى على طول اهو ايه؟ اهو اي بي، يبقى بنزو بي صيوفين واحطها بين قوسين. بنزو بي اي بي، بنزو بي صيوفين. السلفر ديت لو حطيتها في البوزيشن ده هو نفس ده بالظبط، هيبقى اي بي، يبقى بنزو بي صيوفين. نفس ناخد برضو بعض الامثله تاني على النمبرنج بتاع الهيتيرو سايكليك رينج اللي هو فيوزد مع كاربو سايكليك سيستم. كاربو سايكليك سيستم ده اللي هو البنزين، يعني نعناع البنزين فيوزد مع هيتيرو رينج، ممكن تكون حلقه سداسيه، حلقه خماسيه، حلقه تكون زي ما تكون. اهو قلت لك تاني اعاده للي انا قلته، فيوجن سايت عباره عن اتنين اتو، لان ديت بتقول وان كومن بوند. وان كومن بوند يعني هي الكومن بوند المشتركه ما بين الحلقتين مع بعض. الراجل ده اسمه نفسه لين عباره عن حلقتين بنزين فيوز مع بعض واروماتيك. ما دام عندي رابطه يبقى لازم الرابطه دي مكونه من كام اتوم؟ مكونه من اتنين. انا بعيد لك الكلام تاني. بعد كده قلنا ده الكينولين، وقلنا الراجل ده لو تفتكر قلت لك ده البايريميدين رينج فيوزد مع الاميدازول رينج اسمها ايه؟ بيورين، موجوده في النيتروجينس بيزس في الدي ان ايه والار ان ايه اللي بيكون الجينيتك انفورميشن يم حضرتك. هناخد الوقت نكمل في الفيديو ده للكلام اللي احنا شرحناه بنعيده تاني، اللي هو عندي كاربو سايكليك سيستم فيوزد مع هيتيرو رينج، سواء كانت خماسيه سواء كانت سداسيه سواء كانت سبعيه، تكون زي ما تكون. واللي هو الاثنين هيتيرو رينج مع بعض ده زي البيورين كده، انا اشرح لكم في فيديو لاحق اليوم ان شاء الله. بس عشان بس اجزأ لكم الموضوع بحيث ايه نفصل ده عن ده. نفس الكلام اللي احنا شرحناه اهوت، عندي بنزو وتفتح قوسين وتحط فيه لتر وتنسب في الاخر السافكس المين يا شباب البيرنت ليه؟ الهيتيرو سايكليك رينج اللي موجوده عندي. قلت لك على طول اهوت ادى بنزو، ادى عباره عن البريدين او الازين، بريدين او الازين، البريدين او الازين اهو. يبقى ما قعد اقول واحد اثنين اللي انت شايفه قدامك، هتقول لي يا دكتور ده انت مرقم هنا واحد اثنين ثلاثه اربعه، هقول لك اصبر عليا يا معود، اصبر اصبر. انا قلت لك باخد الاول ديت لوحدها علشان احدد الليتر اللي هيبقى موجود بينهم وبين بعض اللي هو البي. قلت لك لازم ادي الفيوجن سايت ده او الكومن بوند ديت اقل رقم، يبقى كاني باخد البريدين لوحده هقول واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. ما تشغلش بالك بالارقام اللي مكتوبه دي، يبقى واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، تمام. يبقى ده يطلع ايه؟ يبقى اهو، يبقى ايه واحد واثنين اللي هو ايه؟ اثنين وثلاثه بي، يبقى بنزو بي بريدين او بنزو بي ازين. اسمه ايه الراجل ده؟ الكينولين اللي موجود في السبرو. طب ماشي، ده بقى يا دكتور بقى اللي انت كاتبه لنا بقى بره ده بقى، اقول لك يا معود ده قال لك بقى لازم دي احنا بعد كده مع انت خلصت خلاص بنزو بي بريدين. هنفرض ان انا عندي السته ديت عليها ميثايل، البوزيشن ده فيه ميثايل والبوزيشن ده فيه كلورو في البوزيشن رقم اربعه، والبوزيشن رقم ثلاثه ده كمان فيه كلورو. يبقى انا عندي في اول حاجه علشان احدد الليتر اللي هو مكان الفيوجن سايت ما بين البنزين والهيتيرو رينج اللي عندي، المونوسايكليك رينج اللي موجوده عندي ديت اللي هي البريدين او الازين اللي هي السكس ممبر رينج دي، باخدها ارقمها لوحدها وادي للفيوجن سايت زي ما شرحت لك قبل كده اقل لتر. قلت لك واحد واثنين ايه؟ اثنين وثلاثه بي، خلاص خلصنا من الموضوع ده، يبقى بنزو بي بريدين. طب انا دلوقتي عندي سبستيوشن على حلقه البنزين وعلى حلقه البريدين، هعدهم ازاي؟ قال لك يا سيدي بقى تيجي من بعد الفيوجن سايت انا بعمل نمبرنج للمركب كله از اول، كله على بعضه، المركب كله الهيتيرو رينج بالبنزين رينج بعمل له عمليه نمبرنج كله على بعضه بحيث احدد السبستيتوانت اللي موجوده عليه موجوده فين؟ موجوده فين؟ لما انا يعني انا لو ما عملتش النمبرنج الشامل ده حلقه البنزين عليها سبستيوشن هحدد لها ايه؟ طيب هحدد لها ارقام ازاي؟ طيب عندي هنا بقى برجع رقم بقى ترقيم عام علشان احدد السبستيتوانت والساتوريشن سايت والكلام ده كله، ماشي يا شباب؟ اجي قال لك بعد الهيتيرو اتوم
هنفرض زي ما قلت لك عندي هنا ميثايل، خلاها ايثايل عشان الناس تتعود كده يا شباب. ديت كده سي اتش 2 سي اتش 3، لو عملها لك كده بقت سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3، يعني معناها ان دي مجموعه ايه؟ مجموعه بروبيل. طيب وحطينا في البوزيشن رقم 4 ده سي ال، يبقى الراجل ده عامل ايه؟ قال لك يا سيدي اهو تركب، نعمل نمبر للمركب كله على بعضه، عشان لو عندي ساتوريشن سايت، عندي اي دريفاتيف موجوده بقول عليها سب ستيتوانت، احددها هي موجوده فين. قال لك اول بعد الفيوجن سايت، اول مكان سواء فيه هيترو اتوم او غيره ياخد رقم واحد. بس هتقول لي ما عدناش من فوق ليه البوزيشن ده؟ قال لك لو فيه هيترو اتوم طبعا لها البرايورتي. هو انا ما جاء حد للكربون رقم واحد وعندي نيتروجين؟ ابدا. يبقى دي رقم واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. هتقول لي يا دكتور ما عدناش ديت، المكان ده ليه ما عدناهوش، والمكان ده ليه ما دخلش في العد؟ قال لك سيادتك بتعمل عمليه النمبرنج، بتاخد البوزيشن او الايكويشن اللي هي بريفرال، اللي هي بقول عليها خارجيه، ده كده بقول عليه خارجي. اللي جوه ده بتاع الفيوجن سايت ده بقول عليه انترنال، ما بتعدش. يتعد ازاي؟ يعني لو ده اربعه اقول ديت اربعه ايه، اربعه ايه او اربعه داش. لو قلت هنا دي تمانيه تبقى ديت تمانيه ايه او تمانيه داش، انما ما تاخدش رقم جديد، ما اقولش عليها تسعه ولا اقول على المكان ده خمسه. يبقى واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه. يبقى سته عندي فيها ايه؟ فيها بروبيل، واربعه فيها ايه؟ فيها كلورو. يبقى السي ال الفابيتيكال قبل البي، يبقى قول 4 كلورو كما 6 بروبيل بنزو بي بريدين، او اقول 4 كلورو 6 بروبيل كينولين. بس كده يا مستر، يبقى قول 4 كلورو 6 بروبيل بنزو بي بريدين. طيب قلنا لك عندي في الايزوكينولين اهو، ايزوكينولين قلت لك النيتروجين موجوده فين في البوزيشن ده رقم اتنين، كده بقى اسمه ايزوكينولين. طب الايزوكينولين هيبقى بنزو بي بريدين؟ لا طبعا. هقول اهو ايه، لازم المكان ده ياخد اقل ايه، اقل لتر، وابدا النمبر. انا بعد دلوقتي هعد البريدين لوحدها كده، يبقى النيتروجين رقم واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى اي بي سي. يبقى لو عندي الان في البوزيشن رقم اتنين ده هيبقى عندي بنزو سي بريدين. ده بالبنزو سي بريدين ده اسمه ايه؟ اسمه ايزو كينولين. ايزو ايه يا شباب؟ كينولين. تمام. اما اجي اعمل له نمبرنج على بعضه كله لبعضه بقى، البنزو سي بريدين او الايزو كينولين ده، بحيث لو عندي هنا سبستيتوانت او ساتوريشن او كلام ده كله، هبدا منين؟ هبدا قلت لك من بعد الفيوجن سايت، عشان ارقم المركب كله من اوله لاخره، عشان ابقى احدد السبستيتوانت اللي موجوده عليه. يبقى انا عندي في ترقيم مرتين، علشان احدد الليتر برقم المونوسايكليك رينج لوحدها، واخد في الاعتبار ادي للفيوجن سايت اقل رقم. خلصنا من ديت وحددت للفيوجن سايت اقل رقم، اجي بعد كده اعمل ترقيم تاني للمركب كله على بعضه، البنزين والبريدين كله على بعضه من اوله لاخره. قال لك من تبدا من بعد الفيوجن سايت للهيترو سايكل كرينج، طب دي الهيترو سايكل كرينج اللي هي البريدين، هي البريدين، ما هي في الكينولين اسمها بريدين، في الايزو كينولين اسمها بريدين برضو. طيب ده هياخد ده رقم واحد فيها كربون، يبقى هنا اقول واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. فرضا كان هنا مثلا كلورو، يبقى هقول ايه؟ هقول واحد كلورو بنزو سي كينولي، بنزو سي بريدين او بنزو سي ازين، او اقول واحد كلورو ايزو كينولين. ايزو ايه يا شباب؟ كينولين. كلام كل السهل وبسيط. نيجي للراجل اللي بعده، عاد عندي حلقه بنزين بندلعها بنقول عليها بنزو، خلصنا منها. اجي بعد كده للجزء ده، الجزء ده دي الوحده كنا بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها ايه دي الوحده؟ دي بنقول عليها بايريميدين رينج. اهي والله واحد وثلاثة داي ازين، داي ازا يعني اثنين نيتروجين، واي ان يعني 6 ممبر رينج، واي في الاخر يعني الرينج اللي عندي بولي ساتيوريتد.
شفت هو انا حاطط لك الباي بوند ديت مع حلقه البريدكت دي، معناها ان هي موجوده هنا بالظبط. ما تقولش لا ده حلقه البنزين دي ناقصها بوند يا معود، الباي بوند دي موجوده بين الاثنين وعامله ريزونانس، فالمركب كله اروماتيك. اروماتيك ليه؟ عندك اهو 5 باي بوند عدد فردي، وتنطبق فيه كل الكراتيريا ايام الاروماتيستي، سايكليك بلانر اس بي 2 هايبريدايزيشن كونجيوجيشن وبي هوكلز رول. طيب ده بنزو، اخد بقى ده بقى فيه اتنين هيتيرو اتوم مع بعض، محدش يقول لا اقول واحد اتنين تلاتة علشان دي الفيوجن سايت ده اقل رقم، ما ينفعش. زي ما قلنا في التسميه بتاعت المونوسايكليك رينج، لما يبقى عندي اتنين هيتيرو اتوم بعمل ايه؟ اعمل نمبرنج بحيث ادلهم اقل ارقام. زي الفل. ده بايه تاني اللي ناخده في الاعتبار؟ خلصنا ودي دي المهمه، دي القانون اللي احنا ماشيين عليه، وفي نفس الوقت اراعي ان انا ادي الفيوجن سايت ده برضو اقل ايه؟ اقل رقم. دي بتعني ايه؟ بتعني لما اقول هنا دلوقتي هاخد انا البيريميدين رينج ده لوحده، اهو هقول لو قلت من هنا 1 2، الترقيم اللي عندك ده خلي بالك ده الترقيم للمركب كله على بعضه، انا بقول باخد الرنج دي لوحدها، الرنج ديت لوحدها هنعمل لها نمبرنج. لو قلت من هنا 1 وقلت هنا 2 وقلت هنا 3 وقلت هنا 4 وقلت هنا 5 وقلت هنا 6، الترقيم الاولاني اللي مونو سايكليك رينج ديت علشان اشوف الليتر ده هيكون ايه. قلت لك امشي من الناحيه اللي تدي الفيوجن سايت اقل رقم، بس في الاعتبار عندي اتنين هيتيرو اتوم، يبقى الاول لازم هم قبل الفيوجن سايت ياخدوا اقل رقم مع بعض. احنا عارفين البيريميدين اتنين نيتروجين، بقول عليه 1 و3 داي ازين، يعني في البوزيشن 1 و3. ده بدي بقى النيتروجين اللي فوق ديت رقم 3 رقم 1، ولا النيتروجين اللي تحت ديت تاخد رقم 1؟ احنا لو عدينا اللي تحت ديت رقم 1 زي ما احنا عاملين نمبرنج 1 2 3 4 5 6، يبقى ده ايه؟ ده هنا كده بالمنظر ده، ده ايه؟ يبقى كده بي، يبقى كده سي، يبقى كده دي، يبقى كده اي بالمنظر ده. يبقى المفروض لو انا بدات بدي رقم 1، ما كده كده هتبقى دي رقم 3. يعني هل انا دلوقتي السؤال ابدا بالان ديت رقم 1 ولا الان اللي فوق ديت رقم 1؟ اللي بيحكمني ايه؟ اعد من انهي نيتروجين بحيث تديني هنا الفيوجن سايت اقل لتر، يعني ياخدوا اعد من الناحيه اللي تدي لهم اقل ارقام بحيث ياخدوا اقل لتر. طب انا قلت لما بعد من دي رقم 1 بقى عندي ايه؟ بي سي دي اي، انا بقول دلوقتي بنزو دي بنزو اي بيريميدين. طب نعمل العكس، ناخد بقى النيتروجينه ديت هي اللي رقم 1، 1 2 واحد اتنين، يبقى كده ده عند حرف ايه؟ 2 و3، 3 يبقى حرف بي، 3 و4 هيبقى حرف سي، 4 و5 هيبقى حرف ايه يا معودين؟ هيبقى حرف دي. يبقى الافضل اقول اي ولا اقول دي؟ لا طبعا الدي قبل الاي، بقول بنزو دي بيريميدين. معناها ايه؟ معناها معناها ان النيتروجينه ديت لما باجي اعد ارقم البيريميدين ده لوحده او 1 و3 ديازين، هبدا من النيتروجينه ديت وادي لها رقم 1 بحيث هيديني A B C D. قلت لك لما اديت ديت هي اللي رقم 1 اداني في الاخر حرف مين؟ حرف E. الافضل اقول E ولا اقول D؟ اقول طبعا مين؟ اقول D. يبقى A B C D، والله كلش سهله وبسيطه. طيب خلاص انا رقمت دي وخلاص وقلت بنزو دي بيريميدين، حفرض ان انا عندي هنا سبستيتيوشن بأو سي اتش 3 مثلا مجموعه ميثوكسي كده، او وشرطه كده يعني ميثوكسي جروب، ده بالشرطه ديت وطلع منها شرطه ثانيه، يبقى ده اسمها ايثوكسي، مش دي مجموعه ايثايل كربون كربون سي اتش 2 سي اتش 3 بقول عليها ايثوكسي، ده كمان شرطه تبقى اسمها بروبوكسي. المهم عايز احدد هنا، طيب اقول ايه؟ يبقى هقول قد قلت لك دي على طول اهوت بعد الفيوجن سايت عندي هيترو اتوم، يبقى ابدا من عندها الترقيم بيبقى 1 2، يبقى الترقيم اللي عندك اللي مكتوب ده للسيستم كله على بعضه 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة تمانية، قلت لك البريفرال فقط اللي في النص ده ما هترقمه، دي أربعة تبقى أربعة إيه مثلا يعني، دي التمانية تبقى تمانية إيه. طلع عندي هنا مثلا في تمانية مثلا موجود برومو بي ار مثلا، يبقى هقول تمانية برومو، لأن البي الفابيتيكال قبل الام، تمانية برومو، ولو ديت ميسوكسي يبقى تمانية برومو، خمسة ميسوكسي بنزو دي بايريميدين. البنزو دي بايريميدين ديت لما خدنا في التسميات والكلام ده كله، انا شرحه الايه اتكلم فيه ده قبل كده عشان ربنا يكرمكم ان شاء الله وتجيبوا الدرجات النهائيه وتتعلموا، مش موضوع درجات، موضوع بعد كده الكلام ده كله هتعوزه في دراستك، يعني مش موضوع نجاح. لو هتذاكر على اساس نجاح يبقى انت ما استفدتش حاجه من الماده وهتتعذب بعد كده، ربنا ما يجيب عذاب. يبقى راجل كنا بنقول عليه بقى بالتريفيال نيم اسمه كينازولين. ايه هو الكينازولين ده؟ هو عباره عن فيوجن ما بين حلقه البنزين مع حلقه البايريميدين. حلقه البايريميدين بنقول لها اسم اخر اسمه واحد وثلاثه داي ازين. ماشي يا شباب، يبقى بنزو دي بايريميدين، بنزو دي بايريميدين بتساوي الكينازولين. كينازولين ده احنا لما قلنا لو الان ديت جبناها في البوزيشن رقم اربعه بقت موجوده هنا، مكان ثلاثه بقت موجوده في اربعه. ايوه قول، هيبقى اسمه ايه؟ كينوكزالين. كينوكزالين، وهناخد تسميات عليه دلوقتي تاني اهو. ادي عندي زي ما قلت لك، بعد لك الشرح تاني، بنزو بي بريدين اللي او الازين اللي هو الكينولين زي ما قلت لك الاول، خد حلقه البنزين لوحدها والبريدين او الازين لوحدها، واعمل لهم البريدين اعملها ترقيم مستقل بحيث يدي الفيوجن سايت ده اقل رقم، يبقى اقول واحد اتنين تلاته اهو، يبقى لما الزقهم في بعض، يبقى لما الزقهم في بعض هيبقى البوزيشن اتنين وتلاته هو المشترك بينهم وبين بعض اهو. يبقى واحد، يبقى واحد واتنين عباره عن ايه؟ اتنين وتلاته عباره عن بي، يبقى بنزو بي بريدين او كينولين. الراجل اللي احنا لسه مخلصينه حالا الكينازولين اهو، خد حلقه البنزين لوحدها، خد البايريميدين اهو لوحده، وامشي في الاتجاه بحيث الفيوجن سايت ده ياخد اقل رقم بعد مين؟ بعد الهيتيرو اتوم ما بتاخد اقل رقم، يبقى علشان الراجل ده زي ما شرحت لك ياخد اقل رقم اللي هو الفيوجن سايت ده اللي موجود ده، يبقى عند اهو اقول واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. قلت لك لو عديت من هنا، لو دي خدت رقم واحد هيبقى واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، مكان دي هتبقى ايه؟ يبقى ديت اللي ابدا من عندها النمبر، قلت لك اخد الرينج دي لوحدها لوحدها خالص ورقمها اهو كان هي موجوده لوحدها، يبقى اقول واحد وثلاثه دايازين او اسمها بايريميدين. دي يبقى بدات النمبر جبناه من عندي النيتروجين دي، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، بعد اربعه وخمسه هيت اللي هي الايه؟ اللي هي الفيوجن سايت او الكومن بوند. يبقى واحد واثنين عباره عن ايه؟ اثنين وثلاثه عباره عن بي، ثلاثة أربعة عبارة عن سي، مكان الالتقاء بينهم وبين بعض عبارة عن مين يا شباب؟ عبارة عن دي. وبعد ما لزقهم في بعض الاثنين، فرضا عندي زي ما قلت لك سبستيتون موجودة على أي بوزيشن عندي، بيبقى بعمل ترقيم عام لكل المركب، يبقى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هتقول لي يا دكتور ما احنا كنا عاطين لديت هنا لسه تحت هيت رقم واحد، أقول لك ده يا معود ده علشان نحدد الفيوجن سايت الليتر اللي هياخدوه، دي كانها لوحدها منفصله، كانها لوحدها منفصله، يبقى دول اقل ارقام وامشي في الاتجاه اللي يدي الفيوجن سايت ده اقل رقم، يبقى لازم دي تاخد رقم واحد وامشي كده. انما المركب بقى على بعضه ازقول كده، قال لك ما تيجي تركب المركب كله على بعضه، الهيتيرو اتوم اللي بعد الفيوجن سايت تاخد رقم واحد، يبقى واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. دي أمثلة على كل اللي قلنا الإندول وقلنا البنزو فيوران، وعندي هنا البنزو بي صيوفين زي ما قلت لك قبل كده، لو نزلناها هنا أو موجودة هنا، يعني هنا بنزو بي، طب لو موجودة هنا قلت لك هيبقى بنزو إيه؟ بنزو سي، هيبقى إيه بي سي، ومن هنا زي هنا بالظبط إيه بي سي، لو الإس ديت جت في البوزيشن ده مكان بنزو بي صيوفين هيبقى اسمه بنزو سي صيوفين أو صيول. عندي هنا أهو أوكسازول، أوكسازول آخد ده لوحده اوكسا ازا، يبقى امشي في الاتجاه اللي يدي الاثنين هيتيرو اتوم اقل رقم، يبقى واحد اثنين ثلاثه، يبقى ما عنديش الا كده، يبقى ايه بي سي دي،
محدش يقول لي ده، لا ده بيقول لي ده باني ليه يا دكتور ما مشيتش كده. هقول لك هتلاقي الهيتور اتوم خدوا رقم كام؟ واحد اتنين تلاته اربعه. هو انا عندي الاوكسازول واحد واربعه ولا واحد وتلاته؟ كلمه اوكسازول تعني اللي هي واحد وتلاته اللي شرحينه في اول المحاضره النهارده وشرحينه 700 الف مره. يبقى اقول واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، يبقى اربعه يبقى ده اي بي سي دي، يبقى بنزو دي اوكسازول. اللي بعده عندي اهو اوكسا صايا ازا، اوكسا صايول، اوكسا ايه؟ اوكسا صايول. طيب يبقى الراجل ده اوكسا صايا ازا، يبقى عندي ايه بي سي دي. برضه هتقول لي نمشي من الاتجاه ده، انا باخد الرنج الهيترو اتوم ديت المونو سايكل دي الواحده، هقول هنا ايه بي سي واقول ديت بي ده ما كده كويس. اقول لك لا، قبل ما ادي اقل رقم اهم حاجه عند الاثنين هيتيرو اتوم اللي موجودين في الرنج ياخدوا اقل رقم. يبقى اقول عندي هنا ادي عندي هنا لو عديت بالاتجاه ده هيبقى واحد اتنين تلاته اربعه. هو انا عندي اقول واحد واربعه اوكسا صايول ولا اقول واحد وتلاته اوكسا صايول؟ لا واحد وتلاته، وبعد كده اشوف بقى الليتر اللي موجود عندي. يبقى هو عندك واحد وتلاته اوكسا صايول، يبقى واحد. وقلت لك بعد ما تيجي تركب المركب كله على بعضه بعد الفيوجن سايت تدي للهيتيرو اتوم اللي هتعد من عندها اقل رقم. ده مين الهيتيرو اتوم بقى اللي هبدا؟ ده بقى انا عندي سلفر وعندي اكسجين، نفس القاعده اللي هيبقى له البرايورتي اوكسا سايا از. يبقى دي اللي تاخد رقم واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه. شفت هنا بقى عند البوزيشن رقم اتنين ساتيوريتد، قلت عندي ايه في الاول؟ اتنين هيدرو. عرفت بقى لازم نعمل نمبرج للمركب كله على بعضه. فرضا كان عندي هنا مثلا في الستة ده عبارة عن إيسايل كده بالمنظر ده، كنت هقول ستة إيسيل اتنين هيدرو بنزو دي واحد وتلاتة أوكسا صايول، أوكسا صايول. ولازم تقول واحد وتلاتة علشان أعرف هما لبعض في أنهي إيه، أنهي لوكيشن. واحد وتلاتة ممكن يبقى أوكسا صايول واحد واتنين، يبقى لازم أقول واحد وتلاتة. الأمثلة اللي بعدها جايب لك امثله كتيره جدا اهو. عند اهو الراجل ده عباره عن ايه؟ بنزو. طيب عندي ده ايميدازول رينج، هبدا الترقيم منين؟ من عندي اخدها لوحدها. انا عندي الهيدروجين النيتروجين اللي هي ساتيوريتد، يبقى واحد اتنين تلاته. اما ايميدازول واحد وتلاته ديازول، يبقى ده ايه بي سي دي. يبقى على طول بنزو دي ايميدازول، او اقول بنزو دي واحد وتلاتة داي ازول، هي هي بالظبط. قلت لك الايميدازول هي واحد وتلاتة داي ازول. طيب عند البوزيشن رقم واحد ساتيوريتد اهو، عشان كده وان ايه؟ وان هيدرو، وان هيدرو. هتقول لي الفيوجن سايت بعد من عند الهيتيرو اتوم عشان اعمل ترخيم للمركب كله على بعضه، ليه ما عدناش من الان اللي فوق معناه بعد الفيوجن سايت؟ اقول لك الساتيوريتد نفس الرول بالظبط، الساتيوريتد تاخد البرايورتي عن مين؟ عن الان ساتيوريتد. ساتيوريتد يعني حواليها كلها ثلاثه سنجل بوند، انما الان ساتيوريتد عندك الان متصله باثنين دبل، واحده دبل بوند واحده سيجما واحده باي، وعندنا واحده ايه؟ واحده سيجما بوند. يبقى عد من الان الساتيوريتد يبقى 1 2 3 4، يبقى البوزيشن رقم 1 ساتيوريتد اقول 1 هيدرو بنزو دي ايميدازول، او 1 هيدرو بنزو دي 1 و3 داي ازول. اللي بعده بنزين فيوزد مع ها قول لي على طول بايرازول، 1 و2 دايازول اسمه بايرازول. طيب الراجل ده هيبقى برضه هتاخد رقم واحد اتنين الاول الهيتيرو اتوم، كانك بترقم ده لوحده، ما دام اتنين هيتيرو اتوم ما ينفعش امشي كده، لازم الهيتيرو اتوم تاخد اقل رقم يبقى واحد، لان ده ساتيوريتد. اتنين تلاته اربعه خمسه، يبقى ايه كده على طول من غير ما تعمل حاجه؟ اي بي سي دي. يبقى اهو وان اتش ان دازول اللي هو عباره عن فيوجن ما بين البنزين والبيرازول. اندازول ده عباره عن تريفيال نيم، وبقول لك 1 اتش يعني البوزيشن رقم واحد عليها هيدروجين اندازول. يبقى الاندازول ده هو ايه؟ هو عباره عن فيوجن ما بين افتكر زول البيرازول اهو، شبيه اهو حلقه بنزين مع بيرازول، او حلقه بنزين مع واحد واثنين دايازول. طب هسميه بالتسميه بتاعتنا ديت هقول ايه؟ هقول بنزو اهو
A B C D، أقول بنزو سي بيرازول، وفي الأول أحط 1 H، أو أقول بنزو سي 1 و3 ديازول، هيها بالظبط. مش قلنا البيرازول هو واحد واثنين، قصدي آسف، 1 و2 ديازول. الراجل اللي بعد أوكسا سايأز يبقى بنزو، وأحط أفتح قوسين، الراجل نجي للراجل ده أهو أوكسا سايأز، يبقى أقول واحد. قلت لك لما يبقى عندي اكسجين مع نيتروجين يبقى اوكسازول، اوكسازول ده بالاوكسازول الطبيعي، الاكسجين والنيتروجين 1 و3، ده بدول 1 و2، يبقى اقول عليهم ايه؟ اهو قايل لك شرح لك قبل كده 100 مره، ايزوكسازول، ايزو اوكسازول. يبقى طيب، يبقى دول هياخدوا اقل رقم، يبقى ايه؟ بي سي دي، على طول من غير ما تقعد ترقم يعني بالخبره كده اهو. مش ده 1 و2 3 4 5، يبقى ديت ايه؟ بي سي دي، يبقى بنزو دي ايزوكسازول. طيب اللي قلناه قبل كده الكينولين، بنزو بي بايريدين او بنزو بي ازين. الراجل ده بعد كده فور هيدرو كرومين، لما شرحت لك لما يبقى عندي حلقه بنزين فيزدي مع فور هيدرو بايران، فور هاي ده اهو 1 2 3 4 ساتوريتد فور، اسمها الرينج دي الواحده كنت بنقول عليها اسمها ايه؟ فور هيدرو بايران، علشان قال لك كده فور هيدرو كرومين. يبقى هو الكرومين هو فيوجن ما بين البريدين، سوري البنزين مع مين؟ مع الوان هيدرو، وان هيدرو بيران، 4 هيدرو بيران، 4 هيدرو بيران، عشان كده قلت عليه 4 هيدرو كرومين. يبقى الكرومين هو فيوجن ما بين البنزين رينج والبيران رينج، او الفور هيدرو بيران على وجه التحديد. عشان كده قلت لما جيت اعمل نمبرنج للمركب كله على بعضه، بدات من عند هيدرو اتوم 1 2 3 4 5 6 7 8، ده بالبوزيشن رقم 4 ساتوريتد، اهو قلت 4 هيدرو. خلي الدبل بوند دي كانت هنا، والبوزيشن 2 ده ساتوريتد، كنت هقول ايه؟ 2 هيدرو كرومين، 2 هيدرو كرومين. نيجي بعد كده لده، قلت لك البيران لما احط مكان الاكسجين سلفر كنا اسمه ايه؟ سايو بيران. احنا يا شباب والله ما بقول حاجه جديده، انا قاعد اراجع على كل اللي احنا شرحناه من تاني. سايو بيران، يبقى الراجل ده هياخد انهي لتر؟ طيب ده بقول عليه فور هيدرو سايو كرومين، مش ده كان كرومين؟ هو البيران كان عباره عن اكسجين، كنت بقول عليه سايو بيران. طب ده مع حلقه البنزين البيران اسمه كرومين، طب لما بقى مع السايو بيران هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى سايو كرومين، سايو كرومين بالظبط. هو السكس ممبر درينج دي الوحيده بقول عليها بيران، لما استبدلت الاكسجين بسلفر بقى اسمه سايو بيران. طب هو البيران مع البنزين اسمه كرومين، لما بقى عباره عن بنزين مع سايو بيران هيبقى اسمه ايه؟ سايو كرومين. اهو نفس الكلام الهيترو اتوم اللي عند اللي بعد ده، عشان ارقم المركب كله يبقى 1 2 3 4، يبقى 4 هيدرو سايو كرومين. الدبل بوند ديت اتنقلت هنا وبقى البوزيشن رقم 2 ده ساتوريتد، يبقى هقول 2 هيدرو سايو كرومين، سايو كرومين. قلنا ده يا شباب، نيجي بعد كده لده، قلت لك عندي بعد كده حلقة بنزين فيوزد مع 1 و2 ديازين، ال1 و2 ديازين ده قلت لك 1 و3 اسمه بيريميدين، اهو اللي موجود في النيتروجينس بيز. طب 1 و2 ده اسمه بيريدازين، بيريدازين. 1 و4 اسمه ايه؟ بيرازين، بيرازين. 1 و2 اسمه بيريدازين، يبقى الراجل ده اسمه ايه؟ سينولين. الكلام ده للصيدات دي مش جديده، احنا كل ده شرحينه قبل كده. سينولين 1 و3 شرح لك النهارده، وقبل كده 400,000 مره كينازولين، وقلت لك لما يبقوا في 1 و4 يبقى اسمه ايه؟ كينوكزالين. يعني الاستراكشر احنا شفتها 100 مره وراسمها لك قدامك، بتلاقي قدامك وفي وشك وفي كل مكان. دبقوا بالبوزيشن ده كده 1 و2 بس، غير البيريدازين، البيريدازين حلقه هي 1 و2 ديازين و6 ممبر درينج، 1 و2 ديازين اسمها بيريدازين في 1 و2. طب هم هنا في 1 و2 هقول دي 1 2 3، يبقى ده في الحاله ده اسمه ايه؟ لما يبقى فيوز مع حلقه البنزين والاثنين نيتروجين، مش قلت لك الفيوجن عشان اعمل ترقيم للمركب كله على بعض، بعده بياخد رقم 1، يبقى فوق زي تحت 1 2 3، لو قلت ديت 1 هيبقى برضو 2 3،
فوق بالمنظر ده هم كلهم ايزومر لبعض، كل دولت ايزومر لبعض، نفس عدد ذرات الكربون، نفس عدد ذرات الهيدروجين، نفس عدد ذرات النيتروجين. الراجل ده بيقولها في حد اسمه فيثالازين، فيثالازين. انما لو الان في واحد واثنين، الاثنين ان في واحد واثنين لبعض زي ده كده اسمه ايه؟ فينولين. في واحد وثلاثه لسه قايلينها حالا كينازولين، في واحد واربعه كينوكزالين، في واحد بالمنظر ده اسمه فيثالازين. وحاسب لك دولت وحاسب لك دولت تسموهم لي بقى السينولين والكينازولين والكينوكزالين والفيثالازين بالطريقه اللي هي اللي احنا قلنا عليها، تديني لتر وتسمي كل رينج، تقول لي هنا بنزو وتفتح قوسين وتديني لتر وتسمي ده لوحده، هنا نفس الكلام وهتقول لي اللتر في كل واحد هيبقى عباره عن ايه، واللي هيحلهم وتجيب لي الورقه يوم الخميس، ويوم الخميس في امتحان ان شاء الله، واخد بالك، هعدله عليها درجه ان شاء الله. طيب نيجي بعد كده عندي نفس الكلام اهو، ناخد الرينج دي لوحدها اهو، الرينج دي الواحد كان اوكس الرول العاديه اوكس صايا ايه زي بقى الاكسجين الاول، انا كان قلت لك زي ما قلت لك في الاول هرقم ده لوحده، سيبك من الترقيم اللي هنا ده، ده ترقيم المركب اسهل كده كله على بعضه. الراجل ده اوكس صايا ايه زي يبقى واحد اثنين، علشان ادي الفيوجن سايت اقل رقم، ثلاثه اربعه خمسه سته. طب تمام قوي، يعني اقول ايه بي سي دي اي، يعني اقول بنزو دي بنزو دي اي اوكسازين. اقول لك لا غلط، تقول لي يا دكتور ما انت قلت لازم تدي لدولت اقل ارقام وهم واحد واربعه. اقول لك ماشي، ما انت لو مشيت كده هياخدوا واحد واربعه، مشيت في الاتجاه ده هياخدوا برضو واحد واربعه، يبقى امشي في الاتجاه الشمال ده علشان خاطر على مود ان الفيوجن سايت ياخد اقل رقم، ما هو سواء يمين او شمال الاكسجين والنيتروجين هياخد واحد واربعه، يبقى امشي في الاتجاه اللي يدي الفيوجن سايت ده اقل رقم، يبقى هقول اي بي على طول، يبقى اي بي، يبقى اقول بنزو بي واحد واربعه اوكسازين، اوكسازين اهو اوكسازين. ومنك برضو بتعرف تسميات المونوسايكليك رينج دي لوحدها، ما تجيلك اوكسازين واحد واربعه، وما تقولش لا اوكسجين وتسكت، ما ممكن الاكسجين والنيتروجين يبقوا واحد واثنين، ممكن يبقوا واحد وثلاثه، يبقى لازم تقول لي هما موجودين لبعض كام وكام، واحد واربعه ولا واحد واثنين ولا واحد وثلاثه حسب الايه؟ اللوكيشن يمهم. بقول هنا اي بي، ليه هنا بقى مشينا كده؟ لان الهيتيرو اتوم هم واخدين اصلا يمين شمال هيبقوا واحد واربعه، امشي بقى في الاتجاه اللي يدي الفيوجن سايت اقل ايه؟ اقل رقم. الراجل اللي بعده ده اهو، اجل ده خلاص احنا عارفين الاولانيه بينزو ده بدولت اهو صيازين، اهو صيا وآزا او 6 ممبر درينج يبقى اهو صيازين، تمام زي الفل. وهنا سميت المركب كله في الاخر، عملت له نمبرنج على مود ان انا عندي البوزيشن ده ساتيوريتد اهو، قلت في الاول ايه؟ 2 هيدرو، 2 هيدرو. قلت لك لازم ترقم في الاخر المركب كله على بعضه علشان يدي الايه؟ عشان لو في سبستيتوانت وفي عندي اي ساتوريشن احدد البوزيشن بتاعه او اللوكيشن بتاعه على ان ايه؟ على اي مكان. طيب عندي هنا واحد واربعه صيازين، تمام، يبقى اقول برضه هما واحد واربعه، يبقى لو مشيت كده زي ما امشي كده هما واحد واربعه، يبقى طبعا امشي هنا اقول ايه بي، لان لو مشيت كده هيبقى اي بي سي دي اي. طب انا عندي سهله ايه؟ واحد واحد اي بي على طول، يبقى بي اهو بنزو بي واحد واربعه صيازين، ما ينفعش اقول صيازين واسكت، صيازين ممكن يكون واحد واثنين، ممكن يكون واحد وثلاثه، يكون واحد واربعه، يبقى اقول بنزو بي واحد واربعه صيازين. طب طيب يا سيدي البوزيشن رقم اثنين وضعه ايه؟ ساتيوريتد اهو، اثنين هيدرو. هتقول لي زي القاعده ما بداتش ليه بالنيتروجين، ليه بدات اوكسا صايا ازا، يبقى النيتروجين لها البرايورتي برضه لما اجي اعمل نمبر للمركب كله على بعضه، يبقى 1 2 3 4 4 داش او 4 ايه 5 6 7 8 8 ايه او 8 داش صايا زين بنزو بي، بنزو بي اوكسا زين ده اوكسا صايين، اوكسا صايا ازا اهو، كاني بقول لك سمي لي ده يا معوض لوحده، قول لي يا دكتور اوكسا 6 ممبر درينج وعندي اكسجين وصلف اوكسا صايا ازا، يبقى اوكسا فين اهو صايا ازا، يبقى اوكسا
قبل السلفر، اوكسا سين. اي ان يعني ايه؟ يعني المركب اللي عندي ايه؟ المركب اللي عندي 6 ممبر رينج وان ساتوريتد. طيب يا سيدي، ده بالاكسجين والسلفر بوزيشن لبعض كام؟ واحد واربعه. فلازم اقول واحد واربعه في الاول، كده كاني براجع لك على كل النومنكلتشر من اولها لاخرها، واحد واربعه، كان بجيب لك ده لوحده بقول لك سميه، يبقى هتقول لي واحد واربعه اوكسا صين، اوكسا صين. طيب بنزو دول كده واحد واربعه اوكسا صيا اذا، يبقى ايه بي؟ مش ده قلت هنا واحد اثنين ثلاثه اربعه، عملت منها واحد اثنين ثلاثه اربعه، يبقى ايه بي؟ يبقى اهو بنزو بي واحد واربعه اوكسا صين. الراجل ده قلت لك اسمه ايه لما يبقى عندي حلقه بنزين فيوزد مع الراجل ده لوحده من غير سي دبل بوند او، من غير الدبل بوند او دي كنت لسه قايلينه حالا، اتنين هيدرو كرومين. قلت لك الكرومين هو فيوجن التحام ما بين حلقه البنزين والبيران، بس لازم احدد البيران ده هل هو اتنين هيدرو ولا اربعه هيدرو. ده اتنين هيدرو، عشان كده قلنا اتنين هيدرو كرومين. برومين معروف فيوجن ما بين البنزين والبيران، واثنين هيدرو يبقى البوزيشن رقم اثنين ساتيوريتد. ده بان عندي هنا في البوزيشن رقم اثنين سي دبل بوند او، وشرحها لك قبل كده. يبقى ما اجي اعمل نمبرنج للمركب كله على بعضه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، بقى اهو يبقى اثنين اون، اثنين هيدرو كرومين اثنين اون. يعني في الاصل البوزيشن رقم اثنين ده هو عباره عن ساتيوريتد، ان البوند اللي عندي ديت كانت عباره عن هيدروجين مع هيدروجين، بس بعد كده عملت عليها استبدال بمين؟ بدبل بوند او اللي هي مجموعه الكيتون، عشان كده قلت اتنين اون، يعني البوزيشن رقم اتنين موجود فيه كيتون. قلت لك لما دخلنا السي دبل بوند او ديت على الكرومين، الراجل ده اصبح اسمه ايه؟ كيومارين، كيومارين. اتنين هيدرو كرومين اتنين اون تساوي كيومارين. الراجل ده لوحده احنا اسالين حالا، انا دلوقتي عندي ثلاث حلقات، الراجل ده لوحده اسمه ايه؟ حلقه بنزين فيوزد مع واحد واربعه ديازين اللي هو البيرازين، قلنا اسمه ايه؟ كينوكزالين. طب انا عندي دلوقتي ثلاث حلقات، يبقى هاخد اثنين اللي معروفين منهم ومعروف لهم تريفيال نيم واسميهم، يبقى هنا كينوكزالين، يبقى هنا كان فيوزد رينج اللي هي البنزين مع الكينوكزالين، وديت مهمه جدا جدا. البنزين فيوزد مع الكينوكزالين، مش احنا عارفين ان الكينوكزالين حلقه بنزين مع ديازين في البوزيشن 1 و4 و6 ممبر رينج، اهو كينوكزالين اهو، اهو كينوكزالين اهو، اهو المركب اهو، دول كده معروف ان دي كينوكزالين، دول كده كينازولين، ده كده سينولين، ده كده في سلازين. فانا خدت ده اللي هو عندي ده اهو كينازولين، هاخد ده كانه بيرنت، وعندي هنا بنزو. طب اشوف بقى الالتقاء ما بين الاثنين، اهو نفس الكلام اهو، مش هما واحد واربعه؟ يعني دي كلها كأن دي كلها على بعضها حلقه واحده، يبقى ايه؟ بي اهو بنزو بي كينوكزالين. البنزو بي كينوكزالين ده له كومون نيم او تريفيال نيم اسمه فينازين، اهم حاجه تعرف اللي فوق ده، بنزو بي كينوكزالين، بنزو اهو واي بي كينوكزالين، يبقى بنزو بي كينوكزالين. الراجل ده لو جينا نرقم له بقى ترقيم للمركب كله على بعضه، له ترقيم اهو، ده كده كأن دي كلها على بعضها رينج، ودي كلها على بعضها رينج. ببدأ الترقيم من عند الكربونه ديت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اهم شيء عندك تعرف لي بنزو بي كينوكزالين، يبقى احنا خدنا الكينوكزالين دولت على بعض كأنهم ايه؟ كأنهم رينج واحده، ما هم معروفين ان حلقه البنزين فيوزد مع البيرازين اسمه كينوكزالين، وديت حلقه بنزو، سواء جبت ديت بنزو او جبت دي بنزو مش فارقه، انا عندي بنزين مع بيرازين اسمه كينوكزالين. بقول هنا ايه يعني؟ لو خدنا العكس ان ديت هي الكينوكزالين وحلقه البنزين ديت هي الطرفيه اللي عندي، هيبقى عندي ايه؟ خدنا من فوق هيبقى ايه؟ بي بنزو بي كينوكزالين، بقول عليه في النزيل. طيب الراجل اللي عندك ده خد الاثنين مع بعض معروفين، خد حلقه البنزين طبعا مع مين؟ مع البريدين. حلقه البنزين مع البريدين اسمها ايه يا شباب؟ اسمها كينولين، مش ده اسمها كينولين؟ كينولين. طيب الكينولين ده فيوزد مع حلقه بنزين عند اخرى اهي، يبقى الراجل ده بالمنظر ده هنسميه ازاي؟
الراجل ده هنسميه ازاي؟ انا هاخد ده على بعضها كانها حلقه كينولين، وعند بنزو هياخد الليتر بقى هياخده ازاي؟ تاخده عادي جدا. سمي الكينولين ده 1 2 3 4 5 6، مش كنا بنقول 5 6 7 8؟ اهو 1 2 3 4 5 6 7 8. انا بعمل ترقيم للكينولين لوحده اهو، كينولين اهو كينولين. طيب يبقى انا عندي عشان اشوف هو الفيوجن مع حلقه البنزين اللي عليها السهم ديت فين، او يبقى ده ايه بعدها، ايه بي بعدها، ايه سي بعدها، ايه دي بعدها، ايه اي اف جي. يبقى الالتقاء ما بين الاثنين، الفيوجن سايت عند مين؟ عند جي. يبقى اقول بنزو جي كينولين، وده برضو مهمه موجوده في السورس اللي عندك، وهبعت لكم السورس النهارده الحاجات اللي هو بتاع الوزاري. بنزوجيكينولين، بنزوجيكينولين. يبقى انا خدت الكينولين ده زي هنا ما خدت الكينوكزالين، كانه ايه؟ كانه حلقه واحده على بعضها، واشوف هو متصل مع البنزين في انهي بوزيشن، بس كده. قلت هنا بنزو بي كينوكزالين. طب الراجل ده دول عباره عن كينولين، اشوفه متصل مع حلقه البنزين ديت فين؟ هيبقى كام؟ هيبقى كام اهو؟ نعمل نمبرنج دي الوحيده علشان اشوف هي التقائها مع ده في انهي حرف. يبقى 1 و2 ايه؟ 2 و3 بي، 3 و4 سي، 4 و5 دي. ماشي يا شباب؟ بعد كده عندي اي اف، وبعدين عندي ايه جي، يبقى بنزو جي كينولي. خدت قبل كده قلت لك في سبيشال نمبرنج لبعض المركبات، زي اخونا الكربازول ده، الكربازول ده، واحنا مش بقول لو جينا الكربازول ده لو جينا نسميه بالايوباك، مش كنا هنقول ناخد الرنج دي لوحدها بنقول عليها اندول، يبقى على طول اهو اي بي مع حلقه البنزين، يبقى بنزو بي اندول. هناخد الاندول ده كانه حلقه لوحدها اهو، ننسب له كانه مونوسايك اندول. طب الاندول ده ماسك مع البنزين فين اهو؟ اي بي. مش الاندول لو جت رقم اقول 1 2 3 4 5 الترقيم ده، يبقى اي بي، يبقى بنزو بي اندول تساوي الكربازول. والكربازول لما قلت لك قبل كده وشرحت لك، قلت لك بياخد ترقيم خاص 1 2 3 4 5 6 7 8، النيتروجين دي واخده 9 لما اجي ارقم المركب كله على بعضه. يعني لو هنا عندي مثلا او اتش يبقى اقول 2 هيدروكسي، يبقى انا باخد ده لوحده اندول. طب والاندول ده ماسك مع البنزين ده في انهي مكان؟ اي بي، عادي خالص جدا. ده نفس الكلام اللي احنا شارحينه. الاكريدين نفس الكلام، الاكريدين ده مش كنت لسه بقول لك حالا. ده كده اسمه بنزو جي كينولين، وعرفنا ليه. ده بنا بقى يا سيدي حاجة دلوقتي، وهقوم جايب حلقة البنزين ديت مكان حلقتين بنزين لازقين في بعض، هجيب حلقة البنزين ديت واقوم جاي حاططها هنا، هتبقى كأن حلقة البريدين يمينها حلقة بنزين وشمالها حلقة بنزين اللي هو قدام سيادتك ده اهو، حلقة بنزين بريدين اهيت، يمينها بنزين وشمالها بنزين، عادي جدا. هاخد يا سيدي دول مع بعض، مع بعض بنزين مع بريدين اسمهم ايه؟ كينولين. اجي عند هنا ايه؟ اشوف بقى الفيوجن سايت مع حلقه البنزين ديت اللي على اليمين ديت، او من الشمال هي هي بالظبط. شوف انت سيادتك هتاخد انا حلقتين من اللي هم الكينولين، يبقى اي بي على طول. مش بلد دي 1 2 3 4، يبقى اي بي، يبقى بنزو بي، بنزوبيكينولين. اسمه ايه البنزوبيكينولين ده؟ اسمه ايه يا شباب؟ اكريدين. بنزوبيكينولين اللي هو مين؟ الاكريدين. وكل التسميات بقى ماشيها على الايه؟ على هذا النهج.
الكرومين يا شباب كنت بقول لك بنزين فيوزد مع حلقة مع البيران اسمه كرومين. طب الراجل ده فيوزد مع حلقة بنزين أخرى، في الحالة ده الراجل ده بيسمى زنسين. 9B كرومين، بنزو بي كرومين، مش احنا قلنا دي الوحدة اسمها كرومين؟ ده فيوجن ما بين حلقة البنزين والبيران اسمها كرومين. تمام أوي زي الفل. هذا الكرومين اهو، هاخد دي الوحدة كأنها رينج واحد، ابقى دي كرومين. طب الراجل ده ماسك مع حلقة البنزين دي فين اهو؟ اي بي بس اهو، بنزو بي كرومين. سيادتك هتقولي ده عايزين ناخد دولت كده اللي عليهم السهم هم الكرومين. ماشي يا سيدي، اي بي بسيطة أوي سهل. بنزو بي كرومين ده بديت كانت سلفر، هيبقى بنزو بي ايه؟ بنزو بي سايو كرومين اللي هو السايو بيران، هيبقى بنزو بي سايو كرومين. الراجل ده كله على بعضه اسمه ايه؟ زنسين. زنسين زنسين، والزنسين ده زي ما انت شايف كده الترقيم بتوعه ترقيم خاص، تبدأ من هنا رقم واحد بقى المركب كله من اوله لاخره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فالبوزيشن رقم 9 ساتيوريتد، قال لك 9 هيدرو زنسين بالاي، زنسين بالاي. الراجل الاخير ده فيوجن ما بين اللي هو البيورين، فيوجن ما بين الايميدازول مع البايريميدين. الراجل ده يا شباب بالمنظر ده والبوزيشن رقم 2 و6، 2 و6 فيهم ده برضو بقول لك سبيشال نمبرنج، خلي بالك من ديت اهو، 2 و6 فيهم دبل او، وعندي ايميدازول مع بيوري مع بايريميدين اللي قلنا عليها اسمها بيورين. الراجل ده يسمى زنسين بالاي، شتان ما بين الاثنين، زنسين بالاي وزنسين بالاي. زنسين بالاي فيوجن ما بين الكرومين مع حلقه البنزين. الزنسين بالاي عباره عن كانها نيتروجينس بيزس اللي هي البيورين، هي عباره عن فيوجن ما بين الايميدازول والبايريميدين. كده يا شباب خلصنا الجزء ده، اعمل لكم بقى لسه في حاجه خاصه في النومنكلتشر عشان يبقى غطيناها كلها تغطيه كامله وشافيه وراضيين ضميرنا قدام ربنا، لما يبقى عندي حلقتين هيتيرو رينج فيوزد مع بعض، فيوزد مع بعض. قلت لك التسميه بالورقه والقلم وتكتب مره واثنين وثلاثه، الكلام اللي انا قلت لك النهارده ده كله انا شرحه لك قبل كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.